تمريرة لراموس لكن مقطوعة. كريستيانو رونالدو، بيدري، تمريرة ينطلق بالكرة الخطيرة. يا لعيب الله على هدف من الدون كريستيانو. نشوف الهدف من جديد، انطلاقة رائعة بالكرة، مجهود فردي ممتاز وهدف مميز. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. مبابي، فرصة هدف لمبابي، تدخل بيريح الفريق. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، فرصة ما زالت قائمة. الجول، الكرة في المرمى، الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. شوف الهدف من جديد، شوف التصدي الأول الجيد، لكنه لم يكن كافيا، الخطورة استمرت، ويأتي الهدف بعد ذلك من متابعة سريعة. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. كريستيانو رونالدو، خطيرة لكريستيانو. أوه يا لعيب يا فنان يا ممتع، الله على هذا الهدف. هاتريك من الدون، هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الهاتريك، هو النجم، هو من يسجل بكل الوضعيات. أي شخصية وأي سطوة وأي جبروت. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف ترسا، نتيجة من المستحيل تعويضها. كريستيانو رونالدو، رونالدو فرصة هدف. الله على هدف في منتهى الجمال، يا لعيب يا فنان، هدف يحرك الملعب بأكمله. هدف بمجهود فردي حقيقة، توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك، هدف رائع بمجهود غير عادي. لحظات أخيرة نشاهدها، النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. والآن مع إعادة الهدف ونشاهد الخطأ الكبير في تشتيت الكرة، لم تبعد بشكل كافي واستمرت الخطورة وأدت بشكل مباشر لهذا الهدف. المباراة في اتجاه واحد، من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى الآن، من الصعب تعويضها. بدخلان في الدقائق الـ 4